بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم.